بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في كل يوم جديد. النهارده هنعمل التوميه البيتي لانها من الحاجات اللي بتقدم جنب المقليات ويمكن تكون اهم من المقليات. وللاسف مطاعم كتير او الاماكن اللي بتقدم اكل جاهز تحط لنا ريميكال او بوله صغيره كده فيها شويه، واحنا اصلا بنحب التوميه اكتر من الاكل اللي بناكله. تعالوا نشوف ازاي هنعمل التوميه في البيت بطريقه سهله جدا واقتصاديه، وكمان هتدينا كميه كتيره جدا بابسط المكونات. يلا بينا. اول حاجه هعملها ان انا عندي كوبايتين من الميه، خلينا نقول المقادير على طول. عندي كوبايتين من الميه، كوبايه من النشا، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، معلقه من الليمون، ومعلقه من الخل، ومعلقه توم باودر، وبياض بيضه بس مش عايز الصفار لان المايونيز بيتعمل بيه الصفار والتوميه بتتعمل بالبياض. طيب القوام بتاع التوميه بيجي ازاي؟ تعالوا نشوف ازاي هنستخدم الميه والنشا ونظبطها ازاي يطلع زي الجاهز بالظبط، يمكن احسن كمان. اول حاجه النشا لما اجي ادوبه، انا عندي كوبايه من النشا، لو حطيت النشا على الميه السخنه على طول المشكله ان هو هيكلكع مني والموضوع هيبقى صعب قوي وهتبقى حتت كده، وهضطر ان انا اروح للبوله الصغيره اللي بتقدم في المطاعم. فهنعمل ايه؟ هنحط النشا في بوله الاول خالص، وعندي انا كوبايتين من الميه، احط منهم مثلا نص كوبايه كده او شويه من المقدار، نص المقدار بس، خلينا نقول كوبايه، وادوب النشا الاول. يبقى اول حاجه هتعمليها ان انت هتدوبي النشا في الميه كده وتقلبيه كويس. خلاص قلبتي بقى انت كده كويس، هتروحي على حل على النار او طاسه مثلا تكون سخنه كده عشان ما تاخدش وقت مننا يعني، وهنحط كوبايه الميه اللي باقيه، واول ما تبتدي تغلي كده هقوم واخد بقى النشا بتاعي وانا مدوبه كده، وممكن استعين هنا على شويه النشا بالميه بشويه لبن بحيث ان التوميه تبقى فاتحه قوي زي الجاهزه بالظبط. اقوم مدي تقليبه مع معلقة ملح على المية أو على النشا مش هتفرق، ونقلب كده. بعد كده هاخد بقى دي، ولو أنا مش عايز أقلب كتير واخد مجهود أول ما المية تغلي أقوم منزل بقى مادة الربط بتاعتي اللي هي النشا وأقوم أقلبها دي. أنزل بقى كده وأقلب. هتقولي دي كده شبه المهلبية، هي شبه المهلبية بس تبقى تقيلة قوي، لازم تبقى تقيلة قوي عشان في الآخر تديني تومية كتير وتظبط معايا. هفضل بقى عايزك تفضلي تقلبي كده، وواحدة واحدة بصوا هتلاقي واحنا بنضرب النشا بيمسك وبتبقى زي المهلبيه دي او الخليط ده بيتقل، فلازم نفضل نقلب عشان ما يكلكعش مننا. بص انا عمال اقلب وحاسس ان الخليط عمال يتقل معايا. هنعمل بقى كده دقيقتين ثلاثه لحد ما يربط. بصوا بقى القوام ابتدى ايه يمسك ازاي، وكل ما هفضل اقلب كده اهو. بصوا انا عايزه يبقى حجر يعني، مش من اول ما يربط معاكي هتوقفي، لا. بصوا بقى انا بقيت ماسك المضرب ازاي لان تقل على ايديا، واقلب اقلب اقلب. حتى لو خرز منك مفيش مشكله، الكبه برده هتعالج ده، بس هو الحمد لله ايه ما خرزش لو انت هتعمليه بنفس الطريقه كده. اول ما الاقيه مسك قوي كده واحس ان هو هيشيط هقوم رافعه من على النار عشان النشا نفسه ما يتحرقش، وافضل بقى اكمل كده. هبصوا بقى عامل ازاي، عامل زي الصمغ بالظبط. بعد كده هتجيبي بقى صاج او بوله على حسب اللي موجود، انا مثلا هجيب بوله ازاز واقوم حاطط فيها الخليط بتاعي ده كده، وانزله بقى. بصوا انا عايزه يبقى تقيل معاكم كده، لم بقى كده كل اللي في الحله. بعد كده هفردها بالشكل ده واسيبها تبرد خالص، مهم جدا ان انا لازم النشا بتاعي ده يبرد قبل ما احطه في الثلاجه واغطيه. يبقى هنسيب ده لحد ما يبرد ونغطيه ونحطه في الثلاجه ونسيبه لمده يوم، ونرجع نكمل مع بعض طريقه التوميه البيتي. سيبنا كده الخليط بتاع النشا بتاعنا لمده يوم في الثلاجه، مهم جدا احنا نغطيه كده عشان اي حرف هيبقى باين من الجناب هينشف. بعد كده هاخد بقى النشا. بصوا النشا لو كان محطوط سخن كنت هتلاقيه عامل زي دواير كده، وهتلاقيه عامل زي بيطلع ميه كتير. بعد كده هاخد بقى الخليط، بصوا عامل ازاي اهي بالشكل ده كده، هاخدها بقى اكسرها كده واحطها فين؟ في الكبه بتاعتي. طبعا بما ان توميه فاحنا المفروض احنا نحط عليها توم، بس التوم الفريش بيخلي عمرها صغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لمده يوم واحد او يوم ونص بكتير قوي، لو التبريد كمان ضعيف هنلاقي طعمها بقى فيه لسعه وطعمها غير. طب حل ده ايه؟ حل ده ان احنا نستخدم التوم البودره. يبقى لو هتعملي توميه دايما خليكي استخدمي توم بودر. بعد كده هاخد بقى دول هنحط كده بقيه الخليط بتاعنا، ممكن نص بس النشا. بعد كده بقى عندي ايه؟ عندي خل، وهي ماده الربط بقى الخل والليمون اهو. حطينا خل وليمون كده. بعد كده احنا كنا حطينا معلقه ملح واحده بس صغيره، فاحنا ممكن ايه نزود ملح كمان عشان ايه يكون الطعم بتاعنا مظبوط، او نحط شويه صغيرين كده وبعد كده نشوف محتاجه ولا لا ونزود. عندي بقى التوم الباودر، حط بقى بما ان احنا حطينا نص الكميه بس فهنحط نص المعلقه. السكر
عشان تبقى طعمها كده زي الجاهزه بالظبط. بعد كده عندي بياض البيضة، البياض بقى هو اللي بيديني، بياض البيضة ده اللي بيديني الملمس الكريمي كده زي المايونيز الجاهز بالظبط او زي التومية الجاهزة بالظبط. خليت بره انا الزيت واللبن. هقفل بقى كده وافتح دي واشغل الاول بقى ايه، اكسر كل النشا الجامد ده. زي ما احنا شايفين كده ابتدت خليط النشا ده يفرول. طب انا عايزه بقى يمسك كده ويبقى عامل مديني القوام ده، هقوم جايب بقيت نص كوبايه اللبن، حاطط شويه لبن كده، وهبتدي بقى احط زيت من الخيط، زيت صغير كده، بصوا خط كده، اظبط ايدي عليه وبعد كده اشغل الكبه وهو انا بنزل الخيط. بعد كده هفتح الكبه بتاعتي تاني وابتدي بقى اقلب الحروف كده عشان ايه كله يبقى نفس القوام. ياخد بقى بصوا ايه واحده واحده كده، هبتدي الاقيها بقت نفس التوميه الجاهزه بالظبط، بس لازم نقلب كده الجناب عشان الكبه تلم كل اللي في الجناب ويبقى كله بنفس القوام، ما الاقيش حته مظبوطه وحتت لسه كده ايه عامله تكتل. هنقفل تاني بقى ونكمل الزيت بتاعنا. خلاص كده ضربنا التوميه بتاعتنا وادي شكلها بعد ما عملناها. طبعا لما نسيبها في الثلاجه شويه هتتقل اكتر، اهي وادي القوام بتاعها زي الجاهزه بالظبط. وكده احنا ايه مش هنتزنق بقى ان احنا نقعد نطلب زياده، او في البيت لو بنحب ناكل ده مع البطاطس بقى والبانيه او الكريسبي او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنحبها مع التوميه او العيش السوري مثلا، فهيبقى عندنا كميه براحتنا بقى ناكل ايه براحتنا احنا كده والولاد، وما نقعدش نتخانق على التوميه عشان عارف ان في ناس ايه تقعد تخبي الحاجات دي في الاول يعني لو جايبين اكل جاهز. ادي القوام بتاعنا وادي الكميه، احنا طبعا عملنا نص كميه النشا بس، فهبتدي بقى نحطها في برطمان ونشيلها في الثلاجه بحيث ان انت تبقي عملتي التوميه للولاد اللي حاجه اللي بيحبوها يعني، لان دايما الحاجات اللي جنب الاكل دي اللي بتفتح نفسنا وتشجعنا عن الواحد ياكل الحاجه وهو ايه مبسوط كده وراضي وياكل لحد ما يشبع ما يبقاش نفسه مقفوله من الاكل. وبكده خلاص عملنا التوميه البيتي بطريقه سهله جدا، يا رب تكون الوصفه خفيفه عليكم، وانصحكم انتوا تعملوا ده في البيت ما تجيبوهوش جاهز. وبكده خلاص عملنا التوميه البيتي بطريقه سهله جدا في البيت، لازم تعمليها لاولادك جنب الاكل. يا رب تكون الوصفه خفيفه عليكم، واشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.